تحية للمناطق الإعلامية في مدينة تجنيد. اليوم 3 أكتوبر 2022 كنشهد الانطلاقة الرسمية ديال مدرسة الفرصة الثانية للجيل الجديد اللي كتجي في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار وبعد المشاورات مع الفاعلين والمراحل ديال الاختيار ديال المكان واختيار ديال المؤسسة جا دائما في إطار المشاورات بحيث يكفي باش نقولوا بأن هذه المؤسسة اختير لها باش تكون هنا نظرا للأهمية ديال اللي كنوليوها المناطق اللي كتعرف واحد الحشاشة باش نواكبوا كمية الحاجات ديال مختلف الشرائح الاجتماعية. مدرسة الفرصة الثانية للجيل الجديد أريد لها أن تكون مكملا للمجهودات اللي كتقوم بها وزارة التربية الوطنية، ولكن في شق آخر، الشق اللي كتجمع فيه ما بين التأهيل التربوي وما بين التأهيل المهني، مع إعطاء الفرصة للتلاميذ كذلك باش يختاروا يا إما يبقوا في التأهيل التربوي إعادة إدماجهم في المؤسسات أو التأهيل المهني ويدخلوا سوق الشغل بناء على واحد باش يختاروا حلاف اللي تم التحديد ديالها بناء على دراسة سوسيو اقتصادية باش تكون نسهلوا المرحلة ديال الإدماج باش ما نرجعوش لهذاك الفراغ اللي كان عند هذه الفئة من التلاميذ قبل الدخول ديالهم لهاد المدرسة هذه. لأن هذا المشروع اللي كنعولوا عليه أنه يعطينا واحد الإضافة نوعية للإقليم. كنشكر جميع الشركاء ديالنا سواء من الجمعية اللي تكلفت بتسيير جمعية تحدي الإعاقة واللي عندها تجربة كبيرة في تدبير الشؤون الاجتماعية للفئات مختلفة من المجتمع. كنشكر كذلك الأكاديمية اللي مدتنا بجميع الوسائل المادية الضرورية لإطلاقة هذا المشروع واللي كان حضور ممثلين ديالها اليوم دليل على التتبع اللاصق لهذه النوعية من المشاريع. عندنا الأطر ديالنا كذلك من مفتشين في التوجيه، مفتشين تربويين والفاعلين التربويين في الإقليم. هذه مؤسسة اللي رمزيا متعاقدين مع فئة مع جمعية التكبير، ولكن راه مرحبا بجميع الافكار، مرحبا بجميع الاقتراحات ما دامت انها غتمشي في اعطاء دفعه ديال اخرى للنجاح ديال هذا المشروع. شكرا على المواكبه ديالكم، وان شاء الله الرحمن الرحيم موعدنا اخر السنه باش نحتفلوا اول فوج اللي غادي تخرج من المؤسسه هذه. شكرا. ان شاء الله. شكرا.